إلا ما نلت المراد والطلب منها. بالك لو ما نفعش. ها؟ هينفع. هيشوفها بومة قرد مسلسل، ولا هيتيجها ولا هيتيجي يسمع سيرتها. بعدين أنا عمري قلت لك حاجة وما حصلتش؟ مش قلت لك إنها مش هترمي ولا هتشيل وهحصل؟ صح، حصل. خلاص، انت بس تاخدي ده تحطيه في قلب المخده، وده تحطي شويه منه في كوبايه ميه على الرنج، وبيدعي لي بقى. عارفه يا دلال، لو طلق او غارت نادرين عليا، لجيب لك بيت جديد. قلت ايه عاد؟ هتغور، والله العظيم هتغور. بيت جديد؟ طب اقول لك، لو ما غارتش هجيب لك رقبتها على صدرها. هتخلصيني منها يا بت؟ لو تمن بيت جديد كبير وحلو كده اخلصك منها ومن اللي جابوها كمان. شوق على مهلك شوق، بكره الدنيا تروق. ترارارا، شوق على مهلك شوق، بكره الدنيا تروح. والله ما مصدق نفسي ان احنا مسافرين نهوى نفسينا. ايوه، اخيرا اخيرا يا اسحاق هنشم هوا الحريه ونطلع من النكد اللي احنا عايشين فيه دي. على رايك، هنقعد يومين بعيد عن الهم والغم ووجع القلب ده. طب ليه ما رحناش اسكندريه؟ ليه؟ ويا مصر وحشه، دي عسل وحاجه زي السكر. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني ما بستش ولا حاجه. لعلمك انا اعمل لك مفاجاه 10 على 10، عمر عقلك ما حيوصل. لا مفاجاه ايه؟ ما احبش مفاجاتك يا اسحاق. لا، وهي دي اي مفاجاه؟ دي هتخرج من نفوخك وحياتك انت. وابقى قول اسحاق قال لي. قال انت هتغنيه؟ ما تطلع مغني احسن. طب سوق. سوق على مهلك سوق، بكره الدنيا تروق. صباح الخير يا مدام سيهان. حضرتك لما تبقي مديه ميعاد لحد ما تبقيش تتاخري عليه. خير، حضرتك عايزاني في ايه؟ لا ده كده مش خير ابدا، البدايه ما تطمنش. مدام حضرتك ابتديتي بالكلام ده انا هاثر عليك الطريق، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه ابتدي ازاي، بس دلوقتي انا جايه عشان اقول الجوازه دي ما تنفعش. يا اختي لو بعرف ازغرك كنت اوري. بركة يا جمع اللي جت منكم، ده أنا اللي جاي أقولك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي. إحنا عايزين راجل يعرف يشيل المسؤولية ولا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازة في بقه. ويا ريت يا ست سهام يا أختي تعيدي نظر في تربية ابنك. يا أختي، عشان لما يتقدم لحد يحترموه، العروسة تحترمه وتقول ده راجل مش ننوس عين أمه. بالسلامة يا روح الروح. مع السلامة. ده يا تاخدك. مروان قوم اتحرك. ايه في ايه؟ بسم الله. عمك عبد الله هنا؟ تقولي صح؟ ايوه، انا شفته وهو داخل، قلت اجي اقول لك بسرعه قبل الست الوالده ما تستفرد بيه، خصوصا ان ابوك مش هنا. اسكتي، ايه الكلام ده؟ في ايه؟ بقول الحقيقه، امك ما بتحبوش ولا بتحبني ولا بتحب اي حد في البلد كلها. قلت لك مليون مره الكلام ده مش عايز اسمعه، وبعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه. بقول اللي جوايا، اكتم في نفسي يعني اطق اموت؟ لا، بعيد الشر عنك، ما تموتيشي. اسمعيني دلوقتي، اذبح فرشتي اللي عمي. بتبصي لك ده ليه؟ يلا قومي قومي يا قمره وربيع، يا ست الستات. ايوه كده، اضحكي. يلا قومي. عيني. يلا يا عيني. يلا قومي يا حلو، قومي. امال فين ست كريمه؟ ما توحشناهاش. ازاي بقى ست جبريه؟ والله كانت عايزه تهاجي معاي، بس زي ما تقولي كده يعني انا كنت مستعجل. يا مرحب يا مرحب، والله توحشت البنات.
ده انا ياما قلت لعبد الحكيم ياخدني نزورهم، بس هو كده يعني كان بيلاوعني، لحد ما قلت في حاجة انا ما عارفهاش، ولا في حاجة هو ما عايزش يقولها لي. حاجة يا ست جبري، يعني هتكون ست كريمة ما عايزاش تشوفني، البنات شايفيننا قليلين يعني، كمان احنا عايشين هنا وهم في مصر، واحنا ناس غلبة كده على كدنا يعني. ملوش لزوم الكلام ده يا ست جبري، أنا بس جاي في موضوع كده وماشي على طول، إنما إن شاء الله المرة الجاية أعمل حسابك بعد 3 أو 4 أيام وأجيبهم معاي. يا ريت يا أخويا يا ريت. وأنا بقول البيت نور ليه؟ لن يا مرحب بالناس الزينة يا ألوف المراحل. ازيك يا مروان يا ولدي؟ استغفر الله العظيم. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. بنات عمي فين؟ اوعى تقول ما جوش شيء. والله ما كان ينفع يا مروان يا ولدي. ليه يا عم؟ هم مش عايزين يعرفونا ولا ايه؟ قول له احسن بيزعل من كلامي، هم شكلهم كده ما عايزينش يجوا. يما. ايه يا حبيبي. عايزين من يدك الحلوه دي غدوه على كيفك. يا سلام بس كده عيني. بس واكله يعجب عمك، كمنه هو معود يعني على وكل الهوانم في مصر. عامل لك باط قد بني ادمه. عشت اخوي. ما تزعلش يا عمي. هزعل من ايه يا ولدي؟ سيبك انت. انت عامل ايه؟ وحسن عامل ايه؟ والبت سمس؟ كلنا زينين. ناقصنا انت يا عم. يا عم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجه. انت تعرف انا احب كلامك وحكاويك كمان. وحشتك كتير يا ولد مروان. وانت يا عم ما تزعلش من امي. حدش بياخد على كلام امك. يا مرحب يا عم. جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ما عرفهاش. بس أنا مش مطمنة للزيارة دي. ما سألش عليا؟ ده باين إنه نسي اللي عنده أخت، ده ولا جاب سيرتك. طبعًا هي السنيورة اللي واكلة عجل ونحلة وبره، هتخليه يفتكر إن ليه أهل ولا تحنن قلبه علينا؟ وتلاقيه جاي من وراها سرجة. صح. بقول له هما فين؟ قال لي معلش النبادي، أنا جاي صد رد. صد رد إيه وزفت إيه؟ دي لو عرفت إنه جاي هنا هتاكله. مش بعيد كمان تديله كلمتين في جنابه. انا عارفه. حلوه يا اللي شايله الفروج. يا حلوه اللي شايله الفروج. اكتموا. تروح فين بالفروجات دي يا بت؟ مروان قال لي تبحيهم عشان عمي هني. عمك من متى بقى عمك؟ جاك عم الدبب. وانا مالي؟ وانا اللي قلت تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هخش اسلم على عمي، اتوحشته قوي، بحبه، مجيته هني عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته، عمتي كريمه، الست العجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. وحكتي للدقه. يا اخرس يا بنت، اطلعي فوق، اقفي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك قوي يا عمي، جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزية؟ الحمد لله كويسة وزي الفل. وايه المقابلة دي يا فوزية؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسأل ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركة في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحق يا عمي. ازاي عمتي كريمة وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي، بسلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله يا شمس يا بنتي. شمس فوزية، عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركة، والله بركة ان انا بقى لي عازة. تعالى يا اخويا، تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. نادية،
روح اتبعي الفروج. اتبعها ودي بحانة؟ لا يا اخوي نادية، اتبعي الفروج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم واروح امك جرت لي بلاش فروج، خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج، انما البط حاجة تانية خالص، وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقة البط، مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك، روح اتبعي الفروج. يما عشان خاطري يمشوا بس، ان ما طفحتك عظم البط ما بقاش انا يا نادية. مش فاهمة حاجة يا عبد الله، ما تجيب من الاخر. حقيقة انا في أزمة فوزي. أزمة إيه يا أخويا بعد الشر عليك من الأزمات؟ يا عم أزمة إيه؟ استنى أنت يا مروان، قول يا أخويا، قول أنا سمعاك. أنا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ أنت محتاج فلوس؟ عيب يا راجل، ده أنت كلك فلوس، ده أنت سمعتك جايبة البلد من شرقها لغربها، ولا الهنم زنت عليك؟ مش لزوم الكلام ده يا فوزي، أنا بتكلم معاك عشان أنت أختي. تتكلم معايا؟ من متى يا قلب أختك بتتكلم معايا؟ ولا حتى افتكرت إن ليك أخت مرمية في البيت هنا؟ أنت عارف أنت بقالك قد إيه يا عبد الله ما كلمتنيش؟ ولا حتى رنيت عليا وقلت لي كلمني شكرا وأنا كنت اتصلت بيك؟ فوزية الحكاية بقول لك إيه يا عبد الله؟ الشويتين دول ما يخلوش عليا، والمسكنة اللي أنت رسمها على وشك دي ما تدخلش على عقلي. عيب يا راجل، عيب تبقى راجل كبيرك ده وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس. فلوس ايه يا عبد الله اللي جاي تتكلم فيها دي؟ عمتي جرايها. روح عمتك، مش عاجبك كلامي اياك. ممكن نأجلوا الكلام دي لبعد الغدا. وبعد الغدا ليه؟ ما اللي هنقوله بعد الغدا نقوله دلوق. بص بقى يا قلب اختك، يا نن عين اختك من جوه، اسمع يا مروان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. الحكاية وما فيها شغل حريم هري وغيرة. الست كريمة لا على حمي ولا على بارد، قاعدة تبخ سمها في ودنك وتلاقيها بتقولك الأرض يا عبد الله، البيت يا عبد الله، الفلوس والتجارة اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبد الله. عاوزة تقطع وتشفي وتلها في كل حاجة، لكن ده بعدها، أنا بقى اللي هقفلها. أحب على يدك، ما تزعل شيء. لا ولدي، أنا مش زعلان منها، فوزية في الأول وفي الآخر أختي. المهم أبوك خاف شي، أبويا مش هيسيبك. يا عم حكاية الأزمة دي إيه؟ قولي لي كان عايزك في إيه؟ عايز عزرائيل. حرام عليك يا بنت، ده أخوكي. حرام عليا ده أخويا، طول ما وراه العقربة دي يبقى هو وهي في 60 داهية. اسكتي يا جبرية اسكتي، أنا شايلة ومعبية. عندك حق والله، بس قولي لي عاد هو كان عايز إيه؟ جاليه عايز فلوس. فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، منين يا اختي منين؟ ما انت عارفه كل حاجه. منين ما انا عارفه كل حاجه. جرايه يا جبريه. لا ما قصديش يعني هو يعني الحمد لله الخير كتير وكل حاجه، لكن لكريمه له. ايوه لكريمة له. لكن الخير كتير والحمد لله يا ست. كتير. بقول لك يا حماتي، أذبح رومي كمان ولا كفاية كده؟ أقول لك أنا اللي حذبح. امشي غوري. هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده أنا هقطع عليكي كمان. امشي يا بنت. في إيه؟ أمك بترميني بالشبشب، أمك بتهني. لا كله لقلة الجيمة، أنا عند أبوي لما تعرف جبته بقت على خدني. بنت يا نادي،
راح فين يا بنت؟ لا لا يا عمي، كله لك ده، ده انا الصغير والكبير ما داس ابويا فوق دماغه. انا مش راجع لما يجيب لي حقي. حق ايه يا ام حاج؟ يما عيبك ده يا مري. بتقول لي انا عيب؟ انا اللي غلطانه يعني؟ بتركبها عليا يا ولد بطني. ما تقول لها كمان تاخدني قلمين. اخص عليك اخص. مش قصدي يا أمّا، حقك علي. اوعى اوعى بعد عني. طيب فوق دلوقتي يا نادي. طب والله انا ما قاعده في البيت طول ما هي فيه. شايف؟ خلاص يما يما. اوعى مروان يا ولدي. بروح صالح مرتك. يا اهلا وسهلا يا سي عبد الله. يا مرحب، بركتك هلت. اوعى تفتح، هتقلب دماغك على الفاضي. يمكن حد محتاجني ولا حاجه. ايه اللي هيحتاجوك فيه؟ وبعدين انت من حقك تروق دماغك. هو زمان كان معانا الهباب ده ولا كنا هتشيله؟ من الناس كانت عايشه وبتتصرف وزي الفل. لعلمك محدش خرب الدنيا الا البتاع ده. والله عندك حق. وبعدين لما حد يسالك قول له التليفون كان عطلان او فاصل شحن او الشبكه واقعه، عندك بدل العذر مليون عذر. لما انت جبتنا هنا ليه؟ عامل لك مفاجأة. مفاجأة كيف يعني؟ قول انت بس كده وظبط حالك وبعدين هتعرف كل حاجة. عارف كل حاجة؟ كل حكم انت تعز الأكل. يخرب عقلك يعني. كله من خيالك يا عبد الحكيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش هتغيري عشان ننزل؟ اغير ايه وقرفي؟ بقولك ايه، انت مالكش كلام معايا خالص، انا جاي هنا عشان خاطر محروسه بس. الله يخليك الله يخليك. انا ماشي اصلا. مالها دي؟ قفش عليك يا سيدي. لا ان شاء الله. انت بصراحه الرحله اللي فاتت كنت ناطرها على الاخر. طب بقولك ايه، البت دي انا مش عايز اشوفها تاني، وحساب الفندق انا مش دافع فيه ولا ميلم. تشيل نفسها، انا ما بحبش انا عوجة البوز دي. انا جاي عشان افرفش، مش جاي عشان اصالح ودادي. انا برضو هقول لك يا ابو المفهوميه، البنات بتحب الدلع. ادلع ايه؟ هي مرتي عشان ادلعها؟ طب قسما بجلال الله، لو مرتي عملت العمله دي لكون حدف على بيت ابوها. عشان كده عمرك ما هتعمر. اعمر ايه وزفت ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش التكشيره والبوز الفجري. عليا النعمه دافع لها ولا ميلم، ولو دفعت لها حاجه اعمل حسابك انك مرفوض، بخلي حد في البلد يشغلك. كل يا عم. تغور في 60 داهيه، تغور في 60 داهيه، وانا لا اكل؟ ده انا لما ده انا بصدق ان انا اخرج معاك. يا سلام. ايش القهوه؟ دليده. معقول تبقى هي دي المفاجأة؟ ايه رأيك؟ عشان بس تعرف ان انا احسن منك. انا اتصلت باسحاق، وانا اللي قلت له يجيبك هنا عندي، وانا اللي شرط عليه انه ما يقولكش، عشان عارفة ومتأكدة انه لو كان قالك ما كنتش هتيجي. مين قالك ده؟ يعني لو كان قالك ان الاوتيل ده بتاعي وان انا مستضافاك هنا عندي كام يوم كنت هتيجي؟ اجي ده ناجي واجي واجي كمان. انما ازاي يعني الفندق بقى بتاعك بالسرعه دي؟ يا عبد الحكيم استنى بس يا اسحاق، عليهم الف مبروك. تعرفي انا لما اكون متخانق ولا متضايق ولا مخنوق بفتكرك على طول، وافتكر الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
اتوحشت الجو يا جميلة. وانا كمان يا عبد الحكيم. المهم ان انت هنا ضيفي والاوتيل كله تحت امرك. اي حاجة تضايقك، اي حاجة ما تعجبكش، على طول كلمني. اسحاق. ايوه ست دليدة. خلي بالك منه حكم، انا عارفاه وهيخلع منك. دايما بيقول الكلام الحل وبعدين بيخلع. ولا نسيت؟ اخلع بقى بعد ما شفتي. اخلع اسحاق هو اللي هيخلع. اشرب واخلع. ابوي طلع طبور. ماشي يا عبد الحكيم، دي لو جبرية عرفت حطين عيشتك. اضحك اضحك. بقول لك ايه، ضيف حسابي على الاستاذ. حسب بيه؟ استاذة ندى بتقول ان احنا نضيف حساب على حضرتك. ولا عارفة. نعم يا وليه انت في ايه مالك؟ ابعد عني. بقول لك ايه حسن، ادفع الحساب يا اما وديني هعمل لك فضيحة هنا. تعمليني انا فضيحة؟ ليه؟ وانا اللي قاعد في اوضه مش عايز ادفع تمنها؟ طب جربي كده وشوفي مين هيبايت في التخشيبه النهارده. ما تهزرش يا حسن. انا ما بهزرش يا روح امك. روح امي؟ اه روح امك. ما انا عايزاني اكلمك كيف. بقول لك ايه يا بنت انت، انا لما بقول لك انك تيجي بيبقى عشان نقضي وقت لطيف، مش عشان تعكنني على اهلي. يلا روح ارمي بلاكي على حد تاني. يلا محروس. محروس الحقني. مين دي يا حسن؟ حسن يلا. الولية زي ما يكون مصدقت، بتتلكك. ده هي تاخدها، وانا يعني اللي كنت راضي عن الجوازة دي اغرف دهية. ماما كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة بس يا حبيبتي. خير يا زينب؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما مالك، انتي في حاجة مضايقاكي؟ لا يا زينب انا كويسة زي الفل الحمد لله. طيب بصي يا ستي، انا عايزة اروح عند الجواهرجي، لقيت حتة بس لحد يقولي جواهرجي ولا بمية نحاس ولا عايزين فلوس ولا سايخ ولا عايزين. محدش جاب لي سيرة دي خالص، سامعني ولا مش سامعني؟ ايه يا ماما في ايه؟ هو انا قلت ايه يعني كل ده؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ معلش معلش يا زينب، اصل انا صاحيه متضايقه شويه وعندي شويه صداع. بلاش اتضايق يا ستي، وانا مش بشر وانا مش بني ادم. ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا ست رتال، اللي حصل في ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه انا قصدي ايه كويس قوي. اه فهمت دلوقتي، يبقى حضرتك قابلت المتنيل على عينه المعدول، صح؟ صح. يبقى اتخانقتي معايا. اتخانقتي معايا يا ماما، وكل ده جه فوق دماغي انا. جه فوق دماغك ازاي يا ست الستات؟ قال ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. والله ابن اصول، ابن حلال مصفي، بركه يا جامع انها جت منه. ايه يا ماما اللي حصل؟ رتال اهدي، مش كده ماما. لا يا زينب مش ههدى، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هو انا يا ماما مش كنت قلتلك تتحمليها شويه عشان خاطري انا؟ يا اختي ولا اتحملها ولا تستحملني يا بنت. ده انا اول ما دخلت اديتهم لي في جنابي من المنائي يا خيار، واخرتها قالت لي معلش يا حاجه كريمه مفيش اسم ونصيب. قلت لها ليه يا حاجه كده؟ قالت لي اهو من غير سبب. يعني ايه من غير سبب؟ ابي روحي اساليها يا اختي. بقول لك ايه، الواد ده رجله ما تعتبش هنا، انت فاهمه ولا لا؟ انت عارفه لو تقلك بالذهب، الذهب اللي انا كارهه اسمعه برضه مش هتاخديه. كل قرف ايه يا بنت انت؟ وايه كل قرف؟ عاجبك اللي امك بتعمله ده؟ في حاجه غلط، كل حاجه في البيت ده بقت غلط يا هبل. انتي في حاجه غلط بتحصل احنا ما نعرفهاش. من امتى اصلا بابا كان بيسافر يزور عمي؟ وبعدين راح فجاه كده وماما سابته، لا قالت لا ولا قلبت الدنيا زي كل مره. وكان بيروح. ايوه كان بيروح، بس الغريبه بقى ان المره دي راح وما سالش اي حد فينا اذا كان عايز يروح معاه ولا لا، ومشي فجاه كده. انا ما يهمنيش بقى كل اللي بيحصل ده، انا يهمني المصيبه اللي انا بقيت فيها دلوقتي. يا عبيطه انت، افهمي الاول ايه اللي بيحصل ده وبعدين اتكلمي. انا متاكده ان ام الزفت اللي انت مخطوبه له ده هي السبب، هي الغلطانه.
بقول لك ايه يا زينب؟ انا عارفه ومتاكده ان كلكم بتكرهوه، ده ايه القرف ده؟ والله العظيم انت عبيطه. يعني عايزه تقولي انها عملت كده من باب الطاق يعني؟ ايوه والله العظيم يا ابوي، عملت كده من غير سبب. طب اقول لك، اسال عمي عبد الله. عمك عبد الله؟ هو عبد الله هنا؟ ايوه، وكان شاهد على كل حاجه. بقول لك ايه، المره دي غير كل مره، وعزه جلال الله ما حط رجلي في البيت ده تاني. مروان ده انا مش هرجع له تاني لما يجيب لي بيت لوحدي. بعد الرمي بالشبشب ناقص ايه تاني؟ مش عارف اقول لك ايه، بس يا بنتي انا عارف انت بنت سو. يعني برضك هتركبني انا الغلط يا بنت جبريه؟ دي زي امك، يعني لو تجيب الطين كده تشيله وتحطه فوق راسك تقول لها تمن يا امي. تفهم ولا مش فاهم؟ لا يا ابوي، مش زي امي يا ابوي، ده انا عايشه وسطهم خدامه. خدامه ايه بس يا بنت؟ ما انا فاهمك وخبرك كويس. ترى ايه يا ابوي، هو انا رخيصه عند الجو كده؟ رخيصه ايه يا بنت؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. اقول لك انت اغلى من بيت عبد الحكيم باللي فيه. امال ايه بس؟ انا بس مش عايزها يعني تمشي اللي في بالها، هي عايزه تخرجك من البيت ما ترجعيش تاني. طب ما انا عارفه. انت عارفه وتسيبيها زي الهبله تعمل كده؟ اقول لك، قولي يا بنت عبد السلام. ما انا كان لازم اعمل حكايه كبيره وزعله، والمره دي فرصه. عمي عبد الله موجود ومروان شاف بعينه كل حاجه، كان لازم اعمل غضبه واسيب البيت عشان اجبره يجيب لي بيت ليا لوحدي. يعني ملعوب يعني؟ ايوه انا ما صدقته بصراحه. طب عليا النعمه من نعمه رب، ان ما كنت تاخدي بعضك وديلك في اسنانك وترجع على بيت جوزك لكم بيتك الليله في الزريبه جنب البهايم. فاهمه ولا مش فاهمه؟ هتعملوا معايا ايه؟ هتسجنوني يعني؟ خبر ايه؟ لا ساعتك فيش اي حاجه يا فندم. لا في، تصور يا باشا، انا بنزل هنا كتير زبونه يعني، واول مره انسى الكريدت كارد بتاعي، يقوموا عايزين يسجنوني عشان يوم وشويه مشاريب. قام الحساب. ما يصحش يا باشا. قام. 1200 جنيه. ضيفهم على الحساب عندي. انا متشكره قوي. بس بدي اعمل حسابك المره الجايه. طيب ممكن نمر التليفون حضرتك عشان ارد لك المبلغ يعني؟ لا اعتبره هديه مني. لا ما ينفعش، لازم اخد نمرة التليفون. دي الكارت بتاعي.